حضورنا الكريم إن ملامح الرؤية الأولية التي يطرحها مؤتمرنا اليوم هي رؤيتكم ونتاج تطلعاتكم الجادة، وأننا نطمح مشاركتكم جميعاً إلى تحقيق فهم أعمق بين مختلف مكونات المجتمع العماني. الجميل في رؤية 2040 هي المشاركة المجتمعية. شاركونا أكثر من 22 ألف مشارك من مختلف محافظات السلطنة، من مختلف أطياف المجتمع. اليوم كلنا هنا نتشارك هدف واحد، وهي أنها تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة. مسؤولية الشباب في تحقيق الرؤية 2040 مسؤولية كبيرة، وعلينا جميعاً أن نتحملها ونأخذ بيدها ونشارك ونحقق الرؤية المستقبلية ونتقدم بثقة. من هو المعني بتحقيق الرؤية؟ المعني بتحقيق الرؤية ليست الحكومة فقط، الحكومة فقط طرف واحد. المعني بتحقيق الرؤية المجتمع، القطاع الخاص، حتى المدرسة، الجميع معني بتنفيذ هذه الرؤية.